هيا يا أطفال وهيا نمتعكم. في الحصة المقبلة أبينا إلا أن نحتفل معكم بالمولد النبوي الشريف. إذن مولد نبوي سعيد يا أطفال. المولد النبوي الشريف. والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل. تتحكي لكم عن حياة سيدتنا آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنا بهذه المناسبة هذه عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها على النبي صلينا. هذه أغنية خاصة برسول الله تغنوها كامل معايا صلى الله عليه وسلم. يلا تغنوا معايا. إنه نور القرآن كان للحب يقينا سنة الهادي العدنان نتبعها تهدينا. وانتم تاني يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا ترسلونا باش نقرأوا الرسائل تاعكم هنا في الحصة ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com تضغطوا على زرار آراء وملاحظات. نحن في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام نحبكم يا أطفال. على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. تعالوا هلموا إلينا نضفوا عمو يزيد.